السلام عليكم، كيف الحال يا جماعة؟ شكرا على تعليقاتكم بالفيديو الماضي، يعني جدا اسعدتوني. امبارح اخوان نزل التحديث تبع الموسم الجديد، حيكون السادس تقريبا؟ نعم راح يكون السادس، او الموسم الاخير في 2024. فالموسم الاخير نزل، بنزل معه تغييرات كبيرة، خلينا نشيك عليها سريعا او يعني ناخذ راحتنا شوية، وراح نجرب سلاحين يعني اخذوا تعديل غريب. فخلونا حاليا نبلش بأسلحة الاي ار، راح نلاقي انه سلاح الجرو راح ينزل له سكن ميثيك وبنفس الوقت اخذ نيرف، وهذا الاشي مش من عاده الشركه. بالعاده الشركه اي سلاح بتنزل له سكين ميثيك بتخليه قوي او بضله قوي يعني، بس الجرو للاسف بهدلوه في المسافات القريبه، كان يدمجه لحد 16 متر 27، حاليا صار لحد 15 متر 27، فيعني في المسافات القريبه والمتوسطه نزل الدمج تبعه، في المسافات البعيده زي ما هو. اصلا هي قوه سلاح الجرو في المسافات القريبه. اليوم راح نجرب السلاح ونشوف شو اللي صار عليه بالضبط، وهل هو لسه شغال عشان نعرف نقرر يعني نستخدم ميثك ولا لا. ثانيه في عندنا الام 13 اخذ باف، ايز فال برضه ما اخذ باف، سرعه حركه، سرعه ركض وسرعه حركه التصويب اللي هو فتحه السكوب، وكلياتها سرعات عاليه. يا ويلي يا جماعه السلاح صار رهيب، ايز فال ما اخذ باف اسطوري، لازم نجربه، لازم نلمق. المدى كان 28 لحد 7 متر ونص، حاليا 9 متر، وكان 25 لحد كم 20 متر، حاليا صار 25 دمجه لحد 23 متر، فصراحه فرق كبير والسلاح شغال كويس. وفي عندنا سلاح جروزا، اخيرا سلاح الجروزا راح ينزل. نروح للسنايبرات، في عندنا سنايبرين بس هم اللي اخذوا باف، اللي هم الزد ار جي والكوشكا. السلاحين هذول بيحتاجوا باف صراحه، وزي ما شايفين اخذوا باف كثير كويس، يا ريتهم سرعوا فتحه السكوب هيك خلص ختموا اللعبة، أو على الأقل معدل الإطلاق صار أسرع. الكوشكا بس فترة إطلاق النار اللي هي معدل الإطلاق صار أسرع. بس أسلحة الاس ام جي اللابا أخذت بوف مش عارف على إيش صراحة، على المدى المتوسط، بس ما أتوقع إنه بيستاهل جي آر ياخذ تجربة بأمانة، يعني خسارة فيه التجربة لأنه أخذ تعديلات بزيادة وما في منه فائدة. خلونا ندخل هسه جيم نجرب السلاح مع بعض ونشوف، يعني السلاح ما أخذ نيرف ولا اقول لكم. خلونا نبلش ايش بسلاح الايزفال بالبدايه، حاب اجرب الايزفال. اوكي جهزنا سلاح الايزفال، راح نجرب بعدين الجرو، ولكن الايزفال زي ما حكيت لكم لازم له تجربه. السلاح صار المدى تبعه ابعد، وسرعه الحركه والركض وسرعه حركه التصويب كلها صارت اعلى. طيب اجى الشتاء واجى البرد، وهذا انا مش عارف ليش اخترت هذا السكن صراحه، بس يعني هنا بدنا نجربه. بسم الله خبيث. مرحبا شباب، انزل انزل، وين جاي؟ اي 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 ادب يا جماعه، السلاح ثابت بشكل غريب. اوه يا القوه يا ويلي، اوتش. حلو، والله اني بطل. لا ليه فتحت هسه؟ ما زال هروب قائم. اوه يا ويلي يا ويلي يا ويلي، بقول لك يا راسي صدعت. وين في اثنين؟ خساره، فشل واحد. يلا يا ولد، هاي الغدره يا ولد، هاي الغدره. 3-1 نسكافيه ضمن المقاطعة. يا ويلي من سواد ليلي. حاولنا لو نستطع يا جماعة، حاولنا. لا يا كلب، دور علي. 42 كل، مش طالع لحد ما تروح. 100% 45 كل، ايزفال مش ايزفال، 45 كل، اداؤه جدا عالي. يعني هو مش احسن شيء في المسافات البعيده، ما جربناه كثير اساسا، بس دمجه مش عالي من بعيد، بس اجمالا هو كويس في المسافات القريبه. خلينا نشوف السلاح يعني قديش فعاليته وقديش اداؤه من 10، ونحكم اذا بيستاهل مثلك ولا لا. جاب لك ماب مسافات بعيده، والجرو اساسا ماخذ النار في المسافات القريبه. بب صاحب النمات قريب مني، وينه؟ يا ويلي، تعبت من المفاجأة ونزلت دمايتي. واو 36
36 اسطوري عليك غبار يا ولد. بتعرفوا انا مش مطمن للسلاح والله العظيم. والله يا جماعة شو اللي بدها من 26 يا جرو؟ اوكي انغدرنا وانا ساقه تحت بطخ عليه يا مسل يا الو. طيب ويستمر الغباء. طيب هينا شغالين جد. بتمنى تكون المشكلة بالايم. طيب انا هنا معلش يعني يا اخي بسرعة بدمجوني بزيادة يعني. طيب يا جماعة 11 كل يعني هم مش كتار بس يعني هنا هنا بنحاول بنحاول نشوف شو اخري. تمام يا مسلم ما خلاص يا زلمة ممتاز. نبالم لا 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 الا النبالم يعني ايش يا هاي شو بدك مني؟ يوه والله زبالة قروا وخذف يقروا يا جماعة غير صالح غير صالح الحياة والله العظيم سيء. طيب في واحد وراي شفته والله انا شفته. اوكي حصلنا كل هيك من بعيد لبعيد نكمل مسيرتنا يعني عاد الحياة مستمرة يعني ماشي. ما هو ايمي سيء وسلاح سيء يعني مش منطق صراحة يعني واحدة منهم واحدة منهم بتكفي والله العظيم. مع الأسف يا جماعة السلاح تمت إهانته. السلاح تعرض للاعتداء من كود موبايل. ليش هيك يا كود موبايل ليش هيك تعملوا بالسلاح؟ سلاح مسكين ما أذى حدا إلا 40 مليون لاعب بس بقوته بس يعني مش هيك تعملوا له نيرف يعني ما هكذا النيرف يا كود موبايل. يعني البوتات اللي زي ما كانوا يعرفوا يلعبوا يعني فيش اسلحه قويه كنت تعرف تلعب فيها. تخرب لي السلاح الوحيد السلاح الوحيد اللي كان شغال في اللعبه كامله. نعم يا جماعه نعم 9000 نقطه حصلنا. هي مش كان مش كان حلمي بدايه الموسم اوصل توب 10000 ولا مش هذا الموسم توب 5000 كنت ناوي ادخل صح. هاي هي سنه الحياه وهاي هي كود موبايل. اسلحه بتكون قويه تصير ضعيفه وهكذا والحياه مستمرة يعني مش بتوقف على اي سلاح. اليوم السلاح قوي بكره بصير ضعيف وهكذا يعني. تقرير نوفا سان 2023 الكدي 2 مرات الفوز بباتل رويال 40 مرة. الارقام مقلوبة يا جماعة. مرات الفوز باللعب الجماعي 633 جيم هاي السنة فايز حلو. مرات القتل انا عامل 72000 ولا 27000 تقريبا 72000. مرات الموت وال نص مليون مره ميت. طيب ماشي جميله فيكم تشوفوا هاي من الفعاليات اللي تحت شايفين اخر فعاليات تحت فوق. فمن هون لحد ما نلاقي سلاح الجرو الجديد تبعنا. ما بحكي عن الجرو يعني بحكي عن سلاح يجي بداله. فاشترك في القناه خلينا نوصل 100000 ومش عارف احكي لكم كل عام وانتم بخير. اخر موسم في السنه ولا ايش؟ اشترك في القناه وما عليه ويعطيكم العافيه. شكرا على المشاهده. مع السلامه.